اهلا وسهلا فيكم من جديد. رح نتعرف اليوم على زين الدباس، هي مصممه ازياء وتخصصها فساتين سهره، ولكن اليوم معها مجموعه عبايات اسمها المنار. اهلا وسهلا زين، صباح الخير. اهلا فيك هيثم. اهلا تشرفتينا. اهلا وسهلا فيك يا زين. هلا انت كبدايه بديتي بفساتين سهره اول مجموعه، هلا معنا المجموعه الثانيه عباره عن عبايات. بالبدايه ليش سميتيها المنار؟ ليش حبيتي تطلقي هالاسم؟ هلا اول شيء زي ما تفضلتي انا اللاين تبعي هو فساتين سهره، بس بتعرف كل فتره مصمم الازياء بحب يفرجي افكاره وطاقته بمجموعه معينه. فقررت شوي ابعد عن فساتين سهره فعملت مجموعه المنار اللي هي مجموعه عبايات. هلا انا حسيتها مميزه وهي كثير قريبه على قلبي هاي المجموعه، فحسيت رح يزيد تميزها هو اسمها، فسميتها على اسم امي منار، واكيد بوجه لها تحيه. الله يخلي لك اياها. الله يخلي لك اياها. الله يخليكم، شكرا. طب التوجه للعبايات لمين عم نحكي؟ هل هو لك يعني الستات الكبار بالسن شوي، الصبايا عم يقبلوا عليها؟ بالضبط دانا. هلا انا بحس العبايات بالاكثر بروحوا الستات زي ما حكيت الكبار بالسن، ولفترات معينه زي مثلا رمضان او المناسبات، يعني بتحسي حتى العبايه لما تلبسها الست بتروح على مناسبه دغري بتشلحها عشان تبين الاشياء اللي تحتها. فانا قررت اعمل عبايات تكون بطريقه كثير عصريه وكثير حلوه، ولدرجه انه لما تروح الست على مناسبه تضلها لابسه هاي العبايه لانه حسيت فيها تفاصيلها مميزه رح تكون. خلينا نستعرض القطع الموجوده معنا. أوكي. زينة، لا شوف هذا، بتعرفي ابلش بتعرفي ايش؟ لانه الجيشي وال هاي عجبتك عجبتني لانه الجيشي والعسكر دائما في كل شيء داخل، فاستغربت اشوف عبايه يعني رح تكون ملفتة صراحة، بشوف ست هيك مثلا لابسة عباية جيشي، احكي لنا عنها شو خطرها. بالضبط. هلا هيثم هاي القماش هلا الجيشي كثير ان هاي السنة، بس بنلاحظ انه ان بالبلاطين بالبليزرز، فأنا قررت انه ادخله على العبايات لأنه رح يكون كثير مميز وبتناسب الصبية الجريئة واللي بتحب كمان تلبس شيء مميز. دخلت معه الجلد، عملتها كمان بطريقة انه القبة تكون جهة جلد وجهة قماش جيشي، وفعلا انا من هاي القطع اللي بحبها كثير وحسيتها كمان مميزه وجريئه. والله كثير حاسسها كمان رجالي بتروح شوي. حلوه هاي. هاي ايش ممكن نحكي، شتويه صيفيه العبايه؟ هلا بتزبط على الجهتين لانه اصلا الجيش مش كثير شتوي، والجلد هلا بتحس الجلد اللي فيه داخل شوي بسيط. اوكي، فبزبط للجلد. يلا انا مساعدكم. هاي كمان واحده. هلا هاي العبايه عبايه جلد شتويه، دخلت فيها ثلاث انواع قماش. القماش الاول هو زي جلد السمكه، والقماش الثاني هو الجلد، والقماش الثاني هو الفرو. الفرو كثير ان هاي السنه. كمان فحبيت ادخلهم مع بعض فاعطوني هاي العبايه بطريقه كثير مميزه طلعت. فبتنفع طبعا هاي العبايه تكون حبيت الثلاث قماش اللي مدخلتها كثير لابقين لبعض وكثير حلوين. شرط العبايات يكون في لهم احزمه بيلت ولا لا؟ لا، هاي عملت لها بيلت عشان حبيت انه تبين تقسيمه الجسم. هاي لا ما حسيت في لها داعي لانه اصلا فيها ثلاث انواع قماش، فحسيت لما ادخل فيها بيلت شوي مش راح يكون ظابط. طيب شرط العبايات بيلبقوا للستات او البنات الاطوال؟ لا، بس انا عملتهم على طولي. اوكي، ظلمتينا. بس متاكد هلا لما تيجي من اي ست. بالضبط، ما في مشكله، بس انه انا عملتهم انه ما شاء الله عليك. هلا هاي العبايه الثالثه. هلا انا دانا وهيثم بحب اشتغل اكثر على القماش الساده، بحس بقدر ابدع فيه. بحس بقدر ادخل فيه اشياء زي مثلا هاي القماشه فيها سحابات العبايه، دخلت سحابات المبينه على كل الجهات من هون من هنا، وعملت كمان طاقية إلها للصبية المحجبة مثلاً. بزبط هيك رحنا شوي ستايل مغربي صح؟ حلو. فبتقدر كمان صبية تفتح العباية وتعملها موديل من قدام، فهي من بحب كمان أهتم مثلاً بالبطانة. اجت سيلفر مع هذا اللون اللي هو، والله سيلفر مع البنفسجي كثير حلو، كثير ان هاي السنه اللون السيلفر واللون البنفسجي، فحبيت ادخلهم مع بعض. والحركه كثير ذكيه. الحركه حلوه وحسيتها غريبة لأنه السحابات نادر ما نلاقيهم بلبس، فحبيت أدخلهم بهاي القطعة تخليها مميزة. هلا هاي القطعة عبارة عن ثلاث ألوان، اللون الخمري كتير إن هاي السنة مع اللون الذهبي واللون على بيتش شوي، فحسيت الكومبينيشن تبعهم كتير طلع حلو. كيف طبيعة القماشة؟ القماشة هي عبارة عن قماش شاموا. هاي برضو هلأ وقتها بالزبط. يعني لسه بالشتاء. هاي البنفسجي قماش مخمل مع ساتان، وهاي قماش شاموا مع ثلاث ألوان، حبيت أدخلهم مع بعض كتير حلوة. وزي ما قلت لك
لما تعملي قماش ساده بتقدر تفنن فيه اكثر من القماش اللي اصلا بيكون معجوق. صح. هلا هاي العباي كمان العبايات المميزه واو. عندي حبيت اختيارك للالوان بالضبط كلهم ان كثير حلو. هلا هاي لما تفتحي الصبيه هيك الكوم على جهه واحده رح يكون كلياته شاك بهاي الطريقه ومن جهه واحده من جهه واحده وحبيت اميزها من الجهه الثانيه بالقبه تكون هيك طبعا مع الكمام عليهم حركه مع البطانه مع اللون المخمل الاخضر. مهتمه بالتفاصيل مش بس في الديزاين يعني مهتمه في القطعه تطلع بالاخر كثير بحب الديتيل يعني حتى يعني خليني اشوف بس حتى الشعر ايش اسمها حتى زينة دباس حتى اللوجو تبعك ذهبي كمان. قد ايه عم بتحسي زينة في هيك ردة فعل حلوة من الزباين من الناس اللي عم تتعاملي معهم؟ بصراحة عبايات اليوم أول مرة رح عرضتهم لسه ما عرضتهم حبيت أعرضهم بطريقة مميزة فحبيت إنه عن طريق رؤية. هلا بدي أخبركم عن آخر عباية هي هاي العباية أنا لابساها. هلا أنا اللوجو تبعي كل حدا بيعرفني أنا عبارة عن حصان حلو يعني حتى الشوروم تبعتي كلياتها خيول وبحب كثير الخيل بيعطيني باور ويعني خلص بحس حالي مميزة فيه فقررت أعمل هاي العباية انه بتزبط للصبايا اللي عندهم مثلا قرايه فاتحه او جاهه فحبيت ادخل التطريز اللون الذهبي والفضي طبعا تطريز ممتد لورا على شعر الحصان فحسيت كمان هاي من القطع اللي بحبها والمميزين. هلا اللي جاهز بنتقوه او بيختاروه سيدات ولا ممكن على ذوقها تختار لون تختار بعض التفاصيل؟ انا عامله كمان تقريبا 20 سكتش للعبايات بس اخترت منهم هدول السته اللي حسيتهم حابه انه انا اطلع فيهم وانه اطلع الكولكشن الجديد تبعي فيهم. فهلا طبعا كل صبيه او ست بتيجي بنقعد مع بعض زي فساتين السهره بحب اقعد مع الصبيه اشوف ايش الالوان بتناسبها كيف تفصيله جسمها عشان نقعد نختار مع بعض مثلا هاي القطعه بتناسب شوي الستات النحاف مش كثير رح تتناسب مع لأنه الستات لانه شوي بتعطي ضخامه بالضبط لانه جاي بالعرض مثلا مثلا هاي القطعه اللي انا لابساها بتزبط تقريبا لكل انواع الاجسام مثلا هاي القطعه كثير حلوه للستات اللي عندهم خصر تحسيهم الجسم زي الساعه الرمليه فما في مشكله هلا زي ما قلت لك زي فساتين السهره بتيجي الست عندي وبنقعد ونتناقش مع بعض على ما نطلع بنتيجه ترضيها وترضيني كمان بعدين انت حكيتي لنا انه ما لك كثير داخله كفتره بالتصميم بالزبط. بس قطعك عن جد وكانه لك سنوات لانك عارفه تختاري الديزاين القماش التفاصيل للي حابب يتواصل معك على السوشيال ميديا كيف هلا في عندي على الفيسبوك وانستغرام وسناب شات زينه دباس زد اي اي ان اي دباس دي اي دبل بي اي اس وانا جاهزه لاي سؤال واي طلب ما عندي مشكله. انت اخترتي رؤية ودنيا دنيا واحنا ان شاء الله يكون وجهنا حلو عليك باول ان شاء الله وانا اخترت هاي المجموعه مميزه بكل تفاصيلها باسمها تفاصيلها قماشها الوانها رائعه واخترت المكان الصح عشان اطلق فيها تستاهلي كل النجاح زينة شكرا شكرا دانا شرف لنا زينة شكرا كثير بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله شكرا كثير لكم.